مساء الخير والفل والورد والياسمين على كل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. حلقة جديدة من فيس اوف، وحشوني جدا. مبدئيا في حاجات كتير قوي حصلت الاسبوع اللي فات، ولكن هحاول ان انا اخد حاجة حاجتين حسب ما الوقت يسمح لي. اكتر حاجة بتكلم عليها الناس الفترة اللي فاتت ما بين السطور مسلسل صبا ومبارك واحمد فهمي اللي مكسر الدنيا، الف مبروك طبعا ليهم. ولكن الحدوتة شغلة بنات كتير ورجالة كتير قوي، بيعلقوا كتير على الموضوع ده، وبقينا واقفين عند سؤال: هل من حقي أنا كأنثى أو كأم أو كست متجوزة إن أنا لو اكتشفت إن أنا حامل ولكن أنا مش عايزة إن أنا أخلف دلوقتي، هل من حقي إن أنا اخد قرار ان انا اجهض الجنين يعني من غير ما ارجع لجوزي؟ ده اللي حصل معاها. هي مذيعة مهمة جدا، ولكن بعد الجواز اكتشفت ان هي حامل، ولكن قررت، احنا بنتكلم طبعا على شخصية صبا ومبارك، قررت ان هي لا، هي هتجهض من غير ما ترجع له، من غير ما ترجع لجوزها، عشان الكارير بتاعها وعشان الوظيفة بتاعتها أو الشغل بتاعها، أنه شايفة أن البيبي ده هيعطلها وهيقعدها في البيت فترة، وهي مش عايزة أن هي تختفي عن الأضواء وعن الشهرة، عشان زي ما شفنا في المسلسل هي حد مشهور جدا، تعتبر أشهر مذيعة في الوسط بتاعها. طيب، هل من حقي انا ان انا اخد القرار ده ولا مش من حقي؟ انتوا كستات شايفين وجهة نظركم ايه؟ طبعا معلش احنا دلوقتي بناخد وجهة نظر بس عشان الناس انا عارفة في ناس هتقول حلال وحرام، انا بتكلم بعيدا عن الحلال والحرام، عشان برضو في الحلال والحرام في قواعد، او في يعني يقال انه قبل الأربعين يوم غير بعد الأربعين يوم، لما يبقى في روح غير لما يبقى ما فيش روح، وحاجات كتير انا مش يعني مش عايزه ادخل في تفاصيل دينيه في الموضوع ده، لكن انا عايزه اعرف رايكم. انتوا شايفين هل انا من حقي ان انا اعمل ده ولا ما اعملش؟ طبعا الجروبات بتاعت البنات مع صور لصبا ومبارك وصور للأفيش بتاع الجينيريك بتاع المسلسل، انت ايه رأيك وانا ايه رأيي، واللي تقول لك تجربتها، واللي تقول لك انا خلفت بسرعة، واللي تقول لك انا استغنيت عن شغلي، و و و و طبعا انا ليا رأي اخر في الموضوع ده، ولكن كنت حابة ان انا اسمع رأيكم انتوا الاول. وفي موضوع تاني برضو عايزين نتكلم عنه، طبعا في شوية آراء جت، ولكن اللي عاش التجربة زي دي أو عايزة تقول رأيها تقول لي. وفي حوار تاني هتكلم عن في معانا مداخلات. ألو، هرجع بعدين تاني للموضوع التاني. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اسم حضرتك؟ ألو، إيمي. إيمي؟ أهلا إيمي، تفضلي ايمي. ممكن بس صوت التي في نقفل، نخفف صوت التي في شويه عشان تسمعيني من التليفون، تفضلي. اتسكي رايب ان ماي. حاضر، حطيته خلصة. ماشي. لو سمحت انا عندي مشكله صغيره قوي. انا حامل دلوقتي في شهر خامس. اوكي. وكان عندي مرض معين والحمد لله خفيت منه لما بقيت حامل. كان عندي كهربا في المخ. كهربا في المخ. الف سلام عليكي. الله يسلمك. طيب. بس الاعراض بتاعت الكهربا دي برضو لحد دلوقتي بتجيلي. طيب حضرتك انا هساعد ازاي؟ السؤال ايه؟ السؤال هو في خطر على البيبي ولا ايه بالظبط؟ انزله ولا خليه ولا ايه بالظبط؟ طيب الف سلام عليكي، ولكن بصي انا يعني انا مش اهل ان انا اقول لك الكلام ده، عشان يعني مش هينفع ان انا اقول ولا لا. الف سلام عليكي، ولكن تقريبا هي تقريبا في غلط، صح؟
انا مش دكتوره دلوقتي عشان اشرح لك الحاله، الف سلام عليكي، ولكن لازم ترجعي لحد مختص، يعني دكتور تتابعي معاه وترجعي تعملي التحاليل وتعملي الاشعه والحاجات دي، ده لو ينفع ان انت تعملي دلوقتي الاشعه دي. الف سلام عليكي يا حبيبتي ايمي، معلش انا اسفه. الو الو، امنيه. امنيه يا فندم. اهلا بيكي امنيه، اتفضلي. انا سؤالي يا فندم، انا عايزه اخلف وكده، بس جوزي دايما، انا بقالي سنتين متجوزه، جوزي بيأجل الخلفه. دي ده حوار مختلف، هو اللي بيأجل؟ هو عنده اطفال من قبلك؟ شفتي؟ طيب عنده ولد. عنده ولد؟ بس انا عايزاكي تقولي لي ايه رأيك، بس بعد ما اقفل عشان اسمعك في التلفزيون. طيب سؤال بس، مراته الأولى معاه، أنت زوجة تانية؟ أنا زوجة تانية ومراته الأولى مطلقة. مطلقة وعنده ولد، عنده كام سنة؟ ابنه عنده 8. وبقالك سنتين متجوزة؟ حصل حمل وسقط. هو أجبرك إن أنت تسقطي؟ هو كان في الأول سقطي وسقطي زي كده، وبعد كده من عند ربنا حصل سقط. طيب هو رافض لغاية إمتى؟ وسببه إيه؟ أو المبرر إيه؟ مادي أو إيه؟ لا هي العملية المادية يعني مرتاحة الحمد لله، بس يعني هو لا استني شوية مش شوية، وانا يعني خدت قرار قلت له يا لا. طيب هل هو اب، مش حاسة ان هو اب مسؤول؟ علاقته بابنه ازاي؟ مش مظبوطة خالص، يعني ما بيسألش عليه، ما بياخدوش، ما بيخرجوش، ما بيعملوش، ما بيصرفش عليه الحاجات دي؟ هو بيصرف عليه ماشي، بس ما بيخرجوش. اوكي، يعني سايب كل حاجة على مامته. طيب ماشي حبيبتي، اوكي ماشي. هي طلبت ان انا ارد عليها بعد ما تقفل. ليه سألتها الاسئلة دي؟ ناس دلوقتي يمكن تتفاجئ. على فكرة هي من اول ما قالت لي هو اللي عايز يأجل، انا قلت لها ايه؟ قلت لها هو عنده طفل او اطفال من قبليكي؟ قالت لي ليه؟ عشان عموما الراجل لما بيبقى عايز يتجوز ويستقر، بيبقى اهم هدف من اهدافه ان هو عايز يخلف وعايز يعمل اسره. في رجاله كتير قوي وصلوا لل50 وحقيقي ما كانوش متجوزوا عشان ظروف كتير قوي، معرفش هي ايه، ولكن يجي على ال50 مثلا وعايز يتجوز عشان عايز يجيب ولد. وفي رجاله 25 سنه بيتجوزوا عشان عايزين يجيبوا ولد. الراجل والست بيتجوزوا عشان يعملوا عيله. فهنا الأستاذ هو اللي عايز يأجل، لماذا؟ عشان هو كده كده ضامن إن هو عنده طفل. فهو ليه سألتها هل هو مسؤول؟ أب مسؤول يعني أب إيه؟ يعني لما يطلق مراته بياخد العيل، بيخرجه، بيفسحه، بيصرف عليه، بيبقى مسؤول عنه في كل حاجة. لما تشوفي، أنا حاسة يعني، أنا يعني متفاجأة إزاي أنتِ مش حاسة إن هو أب غير مسؤول، وازاي انت قادره ان انت بتقولي سنتين وقدرتي ان انت تجهدي قبل كده، مع انه كل حاجه باينه. على فكره انا مش عايزه ابقى بقومك على جوزك، او يعني مش قصدي ده، ولكن الراجل من الاخر، الراجل مش عايز يخلف عشان هو عنده طفل من حد قبليكي، وهو واثق ان كده كده ابنه موجود، وهو اب غير مسؤول. انا وجهه نظري هو مش مسؤول وخايف من المسؤوليه، ومش عايز ده يرجع يتكرر تاني معاكي، وعجباه حياه انه اتنين بيحبوا بعض ومتجوزين وخلاص من غير اي مسؤوليه، فهو راجل غير مسؤول انا بوجهه نظري، طالما بتقولي ان الظروف الماديه حلوه. ماشي. طيب انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الأستاذة، أنا أسفة نسيت اسمها إيه، إيمان تقريبا، بتقول إن هو اللي مش عايز يخلف. أنتوا عارفين إنه في ستات كتير قوي، وأنا منهم، أنا دايما بفكر بدل يعني المرة مليون مرة إنه أنا لو هجيب عيل أنا لازم أبقى مسؤولة عن العيل ده من A to Z، يعني لازم أبقى من البداية حسب حساب كل حاجة عشان ما اجيش اتصدم في الواقع في الاخر. فالست بتقول ان هو ان هو وضعه المادي كويس جدا، فانا مش شايفة مبرر. يعني انا كست بيخوفني انه انا يكون الوضع مثلا بعد كده مش كويس، او قبل كده، وحصل قبل كده ان انا فكرت ان انا
اخلف، ولكن انا دايما بخاف. اصل الام المسؤوله دي والاب المسؤول دي نعمه من رب العالمين على فكره، بتبقى موجوده جوانا، ممكن ننميها مع الطرف الاخر او مع الشخص الاخر اللي نبقى متجوزينه. فالاهم من الفلوس هي المسؤوليه على فكره، دي نقطه مهمه كنت عايزه اقولها. طيب معانا تليفون برضو. بوسي. أيوة. بوسي اسمك؟ بوسي بخير. ايوه النور. بوسي. اهلا بوسي، اتفضلي. اهلا بيكي حبيبتي. مبدئيا انا بحب البرنامج بتاعكم قوي، يعني ربنا يخليك، ده من ذوقك. والمواضيع اللي بتقدموها بتبقى حاجات بصراحه جميله، وانت عسوله واموره قوي والله. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك، اتفضلي. العفو حبيبتي. بصي انا مبدئيا انا طبعا الحمد لله ما عنديش مشكله، انا عندي الحمد لله ولاد، يعني اطفال الحمد لله وكبار ومتخرجين من الجامعه وكله كويس. بس انا حابه اقول رايي برضو، يمكن ينفع بنات اللي داخلين في حياه جديده وكده. اتفضلي. ان لو هي عندها هدف معين، او هي حابه ان هي تحقق ذاتها، او حابه ان هي تحقق كارير معين، او توصل لتارجت هي محدداه، فتاجل فكره الجواز نفسها. ايوه يعني تاجل فكره الجواز عشان ما تظلمش معاها حد. انا لسه ما قلتش رايي على فكره، انا لسه ما قلتش رايي، اهو سبقتيني. اتفضلي. صح. يعني طب يبقى ازاي شكلنا كده ان احنا راينا زي بعض؟ صح 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 والله. صح. تحقق الاول، ممكن اصلا ما تحبش الحياه دي، ما تحبش الشغل ده. صح. ممكن يعني يقابلها اي حاجه في حياتها بقى الله اعلم، لكن هي ما تظلمش معاها شخص، وفي نفس الوقت ما تعملش مشاكل في حياتها هتعطلها كمان اصلا عن الكارير او عن الحاجه اللي عاوزه تحققها. صح. وبعدين برضو طبعا بعيد عن الحرام، احنا قلنا مش هنتكلم، بس طبعا دي حاجه مفروض يعني هي لما حرام مش بنحاول نفكر فيها اصلا. طبعا يعني. طبعا طبعا. بس فده كان رايي يعني النهارده معاكم، وانا شايفه ان البنات الجيل الجديد ده كلهم عاوزين يحققوا ذاتهم بصراحه. صح. وفكره الجواز بالنسبه لهم ما اعرفش، بحس ان هم تحمل مسؤوليه معاهم بيبقى صعب شويه يعني. غير بقى الاجيال الجديده القديمه يعني، لان الجواز فعلا صعب، والمسؤوليه بتاعت الاولاد وتربيه الاجيال الحاليه صعبه جدا جدا يعني. شكرا جدا لذوق حضرتك ولرأيك المحترم جدا على فكرة. حتى في الايربيس دلوقتي رغدة الأستاذة المعدة اللي أنا بحبها جدا، دلوقتي كنا قاعدين كنا بنتكلم في الموضوع ده، ففي بنوتة جميلة كانت بتقول لنا، يعني سمعت موضوع الحلقة فبتقول لي، بس عشان تعرفوا أنا كنت هقول إيه قبل ما مدام بوسي تتصل. بنوتة عندها 20 سنة، بتقول لي أصل أنا والله أصل أنا محتارة في أنا هعمل إيه، أصل أنا بدرس، اسمع، بدرس وبشتغل وداخلة على جواز وفرحها شهر 6 ماشي. فقلت لها أنت عندك كم سنة؟ قالت لي 20 سنة. قلت لها ما تتجوزيش 20 سنة، تتجوزي ليه وأنت لسه بتدرسي ولسه بتشتغلي؟ قلت لها طيب لما هتتجوزي هتسيبي شغلك اكيد؟ قالت لي لا، ده الكارير بتاعي وانا عايزه اكبر فيه وعايزه اشتغل وعايزه اكمل. يعني انت واحده عندك 20 سنه داخله على جواز، يعني على بيت، على اسره، على التزامات غير عاديه، وهتدرسي يعني هتنزلي الجامعه وهتتجوزي وسوري وهتشتغلي وهتحملي. فهي بتفكر ان هي مش عارفه ازاي تقول له انا عايزه ااجل فكره الانجاب. قلت لها ما تتجوزيش. وبرجع دايما بفكركم، الجواز في سن العشرين غير الجواز في سن الثلاثين. اللي بيبقى يعني اللي بيختلف ايه؟ النضوج. كل ما الست كبرت، كل ما البنت بتكبر يوم بعد يوم، بتنضج اكتر، بيتغير طريقة حبها للشيء، تفكيرها في الشيء، بتبقى أنضج، بتبقى أوعى. وعموما أنا مش عايزة أقفلكم الموضوع، بس الواحدة لما توصل لمرحلة من النضوج بتبطل تفكر تتجوز، أو بتأجلها شوية لغاية ما إيه تبقى هي واقفة على أرض صلبة. والحمد لله بقى في بنات كتير دلوقتي واخدين بالهم من حوار انه انا لا، انا عندي شغلي وانا عندي بيتي، انا لا هاجي على جوزي ولا جوزي يجي على شغلي، والحوارات دي. في بنات بقت فاهمه وبقت ناضجه، فما فيهاش حاجه لو اجلتي الجواز 5 6 سنين. انت عندك 20 سنه ناجله 5 6 سنين، 27 28 تتجوزي، بيبقى عندك 12 14 سنه تقدري ان انت تحملي. ليه يا جماعة بتزنقوا نفسكم ان انا عايزة ادرس وعايزة اشتغل وعايزة اتجوز وعايزة اخلف؟ محدش بياخد كل حاجة. نرجع نقول محدش بياخد كل حاجة. اللي ناجحة في شغلها ومكسرة الدنيا ما تعرفوش عندها هموم ايه.
اللي مخلفه 4 و5 عيال ما تعرفوش، في 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 حاجات كتير قوي انتوا بغفله مش عارفين انه لا حقيقي ده اللي بيحصل. انا مع الست المحترمه اللي اتصلت دلوقتي وقالت رايها، ما تستعجلوش بالجواز عشان ما تجيش في لحظه يدخل بقى الحلال والحرام بالاجهاض، تظلمي الراجل ده، تظلمي نفسك، تظلمي العيل ده اللي انت هتسيبيه عشان تروحي تشتغلي، ده ذنبه ايه؟ معانا نسمه مداخله جديده. الو. الو. ايوه اهلا نسمه. الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله جدا على فكره. ربنا يخليكي، شكرا لذوقك، اتفضلي. عفوا. بصي انا عندي 24 سنه. اه اوكي. وبحب جوزي جدا. بقالك متجوزه قد ايه عشان تحبيه الحب ده كله؟ لا بصي، وانا كنت اعرفه من قبل ما نتجوز. اه يعني عن حب ماشي. بقالكم متجوزين قد ايه؟ ربنا يتم عليكم يا رب. متجوزه اهو بقالي شهرين ونص. شهرين ونص؟ اه. ما انا قلت اوكي. بصي هو المشكلة ايه؟ حاجة حلوة. ايه؟ هو مفيش مشكلة. اه. خالص. الحمد لله. الحمد لله، الله أكبر. الحب حاجة حلوة قوي، بس المشكلة أنا واخدة اختيار للبني آدم. اه. لو فعلا اخترتي صح، اه، هتلاقي مودة ورحمة وحب من غير مقابل. الحمد لله. انا حبيت بس ان انا اتكلم مع حضرتك النهارده علشان اللي بيسمعوني اللي عايزين يتجوزوا، قبل ما تحبي اختاري الشخص اللي انت هتحبيه. ده اكيد، ده اكيد طبعا، ولكن ممكن اعرف من تجربتك نسمه صح؟ انت نسمه وصوتك بصي ارق من النسمه. يعني انا بعاني عشان اسمع صوتك الرقيق ده، امتى كده صوتي يبقى زي صوتك؟ طيب 24 سنة عندك؟ 24 سنة صح؟ ايوه بالظبط. وجوزك عنده كام سنة؟ لا جوزي برضه في سنه. اه قد بعض؟ اه. اه ده الحب ولع في الدرق ما شاء الله. ربنا يتم عليكم يا رب. طيب يعني انا اللي عايزة افهمه منك، انت متجوزة بقالك شهرين ونص، انت مع ان احنا نأجل الانجاب ولا لا؟ بصي هو لو الشخص اللي انا معاه حاسه ان هو مش قد المسؤوليه او انا مش قد المسؤوليه، نبعد عن بعض تماما، مش حكايه ناجل او لا. من قبل ما نجيب عيال؟ من قبل ما نجيب عيال، لان انا مش هقدر ان انا اجيب طفل وفي الاخر اقول انا اخترت غلط. لا هو انا من البدايه اختار البني ادم اللي انا. بس في حاجات كتير يا نسمه برضو ما بتبانش غير بعد الجواز. ما هو ده انت بقى وشخصيتك اللي هتخلي انت شطرتي ده يحترمك او لا، هيجيب منك اطفال او لا. لان طول ما انت بتحب الشخص اللي معاكي والشخص اللي معاكي اللي بيحبك هتجيبوا اطفال. وكل ما انتوا هتجيبوا يعني انت هتجيبي طفل هتحبيه اكتر وهو هيحبك اكتر عشان انتوا الاثنين بتحبوا بعض، فحبكم بيزيد. طيب يعني انا بدعي من كل قلبي انه ربنا يتم عليكم يا رب الخير والصحه والستر والحب والغرام وكل اللي انت بتقوليه ده، ولكن انا مش مع المدرسه دي. يعني انا اصلا يعني بدايه انا مش هتجوز حد احنا الاثنين نفس السن دي خالص تماما، عشان انا مقتنعه ان الراجل لازم يبقى اكبر. وبصي انت ما شاء الله عليكي حتى يعني تقريبا انت برج الحوت، عشان انت رومانسيه جدا يا نسومه. بتمنى من كل قلبي ربنا يتمم عليكم الجوازة الحلوة دي، ولكن اللي أنا شايفاه شوية اختلاف بيني وبينك إنه لأ، بعد الجواز في حاجات كتير قوي بتختلف. يا ما بنات اتجوزوا ولاد ناس وعيال محترمة وناس متربيين وإخواتهم كلهم متربيين، ولكن يطلع بعد الجواز الراجل إما مريض نفسي أو بيضرب أو عنده سوسة. ف انا اكيد لازم نختار صح، ولكن ياما بنات افتكروا ان هم بيختاروا صح وبعد الجواز اتصدموا. فانا لو انت دلوقتي تقولي شهرين ونص ما ينفع، لسه بدري ان احنا نحكم على بعض. اتمنى من كل قلبي ربنا يسعدك يا رب يا حبيبتي، ولكن انا برضو بقول لك مش المدرسه دي. انا المدرسه ان احنا ما نتجوزش بسرعه، ولو اتجوزنا بسرعه ندي نفسنا وقت وبراح ان احنا ما نخلفش على طول، غير لما نتطبع على بعض ونتخانق مرة ومرتين وثلاثة ونحل المشاكل دي بعدين ناخد قرار احنا ممكن نخلف ولا لا. شكرا لكل السيدات
والأنسات اللي شرفونا بالمداخلات الجميلة دي. شكرا لكلامكم الجميل. معلش أنا أسفة أنا ما بعرفش أرد على طول، ولكن أنا ممنونة من كل قلبي لكل تليفون ولكل مداخلة. بحبكم جدا. خلوني دلوقتي أطلع فاصل وأرجع مع ضيفتي الجميلة إن شاء الله بعد الفاصل. زمان زمان بقى وإحنا صغيرين كانت حياتنا محدودة قوي، يعني من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت قوي مع وجود السوشيال ميديا. البنات والولاد اللي في سن العشر سنين بيبتدوا تقريبا من عشر سنين بقى عندهم حياة، حياة كاملة من دراسة شغل فلوس ترندات ومشاكل كل الحوارات دي بسبب اكاونت على تيك توك. ولفت نظري بنوتة قمر واخدة الترند بقالها كام يوم بفيديوهاتها البسيطة ودمها الخفيف واللي ليها جمهور كبير قوي على تيك توك. معانا شهد معكم لحياة أفضل، صح؟ صح. منورة. الله يخليك. عايزة أعرف في البداية يا شهد، قولي لي أول حاجة عندك كام سنة؟ أنا عندي 16 سنة. طيب 16 سنة، أنت مش حاسة أنه صغيرة خالص؟ أنت بتخرجي مع صحباتك وكده؟ أي يعني عندك وقت؟ ايوه عندي وقت. ولكن حتى لما تتقابلوا بتصوروا تيك توك صح؟ مش اغلب الاوقات، انا اصحابي اصلا ما بتصورش معاهم، احنا نادرا لما بنتصور. ده عشان ما تشهريهمش؟ لا مش عشان كده، ده قبل. احنا يعني احنا اصحاب قوي لكن نادرا لما بنتصور. اوكي. انت برج ايه؟ انا الجدي. طيب يعني عيد ميلادك كان الشهر اللي فات؟ كل سنة وانت طيبة. بقينا 16 طيب. سنة يعني أولى ثانوي صح؟ طيب ليه قررتي ان انت أول ما تطلعي أو من أول ما ابتديتي اخترتي الزدال؟ هي جت صدفة، يعني أنا ما رتبتلهاش أساسا. أو فكرة مثلا أن أنا أتشهر ما كانتش مترتبة. هي جت كل حاجة بالصدف. يعني أنهي أول فيديو نزلتيه وضرب كده مع الناس؟ أول فيديو كان بتاع أغنية أصالة اللي اسمها غلبان. دي انا مثلت عليها. دي اول حاجه شهرتني اساسا. وبعديها طلع اكسبلور وكسر الدنيا. كنت لابسه ساعتها زدال الازدال والنضاره. يعني بس ما خفتيش ان انت الناس تنتقدك وتقول لك ان انت لابسه الزدال بتاع الصلاه، ان انت بتصوري تيك توك كده؟ ما خفتيش من الانتقادات؟ لا بصراحه يعني ما لقيتش ان هو حاجه هتثير يعني هتثير الجدل قوي. مش انت لسه صغيره فالناس مش لا أكثر. هو الموضوع مضحك وفي نفس الوقت يعني ما فيهوش حاجه وحشه. وسريع. سريع. لسه هقعد البس واظبط والبس توب. كسلت. كسلت فبقيت ترند. طيب اللي عايزه اعرفه ثانيه، كنت عايزه اسالك حاجه، ليه لما كنا بنتكلم دلوقتي قلت شهد لحياه افضل؟ ليه سميتي القناه كده؟ جت صدفه برضه. ايه ده؟ كله جت صدفه. كميه صدف؟ يعني مثلا الحياه افضل ده مثلا احنا كنا يعني بنتريق بيه بين صحابنا، مثلا منا معكم الحياه افضل لما تعمل حاجه مثلا ويعني مثلا تعملها غلط فاحنا نتريق عليها. قول طيب منا معكم. شايفه ايه الافضل؟ ان انا لما بتفرج عليكي هيتضاف لي ان انا بضحكه. الفرفشه يعني تقصدي؟ ايوه بضحكه. اوكي. طيب بعيدا عن الفيديوهات عايزه اعرف العيله تعاملوا معاكي ازاي؟ تعاملوا كحد مشهور على تيك توك بتشتغلي معاهم فيديوهات، تعاملوا معاكي؟ كانوا رافضين؟ كانوا مؤيدين؟ حابين؟ هو في الاول انا اصلا يعني ما كانوش واخدين اللي هو الموضوع بقى ان البنت دي اساسا هتتشهر. هم اتصدموا زي زيهم. لقوا ان لما الناس حبتني اساسا وما فيش انتقادات اللي هو لقوني ان انا استني هجمع الكلام. لقوكي ان انت حابه الحوار والناس كمان حابه الحوار فما فيش مشكله. فهم انبسطوا اساسا من حب الناس ليا. فما ما اعترضوش. طيب انت شاطره في المدرسه زي ما شاطره في تيك توك؟ انتوا دلوقتي بتختاروا لو هتدرسي ادبي او علمي صح؟ بتدرسي ايه؟ انا بدرس الاثنين ادبي وعلمي. السنه الجايه بنختار صح؟ اوكي. عايزه تبقي ايه؟ تفكري تبقي ايه؟ هما اتنين بس هم مختلفين عن بعض. يا ساتر يا رب. عايزه اخش طب وعايزه اخش تجاره انجليش. ايه ده في اختلاف كده؟ يا ادبي يا علمي. يعني لو دخلت ادبي هبقى كذا، لو دخلت علمي هبقى كذا. ده السنه الجايه هتقرري. طب شطوره في المدرسه زي التيك توك والتصوير وكده ولا لا؟ كويس. لا والله. عندك وقت؟ اكيد عندي وقت. انا يعني بخصص لي وقت مثلا ان انا اذاكر. مع ان انا اكيد بتزنق زي اي حد غيري في ليالي الامتحانات. ده الطبيعي يعني. اوكي. طب اكتر ماده بتحبيها في المدرسه ايه؟
اكتر ماده هي الاحياء بصراحه، الاحياء والفلسفه هي يعني برضو ادبي وعلمي. اوكي احياء يعني علوم؟ علوم اوكي. عشان دلوقتي في الارفيس اصلا انا ما درستش هنا، معلش يا جماعه انا اسفه. هي العلوم يعني اوكي ماشي. ماده اسمها خلاص يا جماعه علمية. اوكي انا اسفه انا اسفه انا ما درستش هنا. طيب اوكي ايه في مشكله حصلت في المدرسه؟ في ليالي الامتحانات في مشكله حصلت كبيره صح؟ على ما اعتقد انها كبيره. في بنت مدت ايدها عليكي صح؟ ضربتك؟ عملتي ايه؟ ليه حصل الموضوع؟ الموضوع ده ناس كتير اتكلمت عليه. بس هو الموضوع يعني بالغلط اتعرف، ما كنتش عايزاه يتعرف. طب اشرحي لي ايه اللي حصل ساعتها؟ وتعاملتي ازاي مع الموقف ده؟ هو الموقف جه ان انا بس حصل خلاف بيني وبينها، انا ما اعرفهاش غير في اللجنه بس، يعني ان انا ما غششتهاش او ان انا بمعنى اصح انا بحاول ابعد عن المشكله، لان انا ما طبيعتي ما احبش اغشش او اغش، او ان انا مثلا احط معايا تليفون في اللجنه. ده ماشي، ايه اللي حصل؟ ساعتها انا لما جيت يعني خالفتها في الراي ده ان انا مش هغششها، هي اتعصبت إيه؟ عليا وهددتني، فانا لما جيت هددتني انا رحت قلت للمدير فتعصبت اكتر. فجت اتخانقت معايا. كسفتيها يعني؟ هي فاكره ان انت كسفتيها او قلتي منها لما رحتي اشتكيتي للمدير؟ لا هي اتنرفزت اكتر. طيب دلوقتي احنا عارفين انه تيك توك بيجيب فلوس. لا على حسب ايه؟ عايزين نعرف الفرق. اصل انا بصي مش ضليعه في التيك توك ده بالنسبه لي، ده انا لو عندي بنت 16 سنه مش هخليها تعمل تيك توك يا جماعه، انا اسفه. لا هو تيك توك ازاي بنجيب فلوس وازاي ما بنجيبش فلوس؟ لو طلعتي بس لايفات على ما اعتقد، لكن هو كفيديوهات عاديه فما بيجيبش فلوس. لا طيب خليني بس ارجع للموضوع ده بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الفلوس اكتر. اتفضلوا يا اساتذه طلعونا فاصل لو سمحتوا ونرجع تاني نكمل. ورجعنا تاني من بعد الفاصل، هكمل السؤال اللي كنت بحكيه انا وشهد، ولكن لازم نرحب بمامة شهد استاذه ايمان محمود. اهلا وسهلا، نورانا. ميرسي. كنت بسال شهد على حوار الفلوس، دايما الناس يقول لك ده تيك توك ده بيجيب فلوس، بيجيب فلوس ولا ما بيجيبش فلوس؟ عايزين نعرف من شهد وبيجيب ازاي فلوس. على حسب. على حسب ايه؟ في ناس تطلع تقول لك كبس كبس وشير ومش عارف ايه. ده ايه؟ ده لما اطلع لايف صح؟ ايوه. يعني انت ما بتعمليش لايف خالص؟ لا ما طلعتش لايف قبل كده. يعني انت مش بتعملي ده، بتكسبي فلوس ازاي؟ هو مثلا من اعلانات مثلا بتيجي، ساعتها بنزلها على باقي مثلا المنصات او على تيك توك. اعلان يعني ازاي؟ يعني حد بيجي لك بيقول لك تعملي لي اعلان لبراند حاجه؟ ايوه زي كده. طب مين ازاي بيكلموكي؟ بيتواصلوا معاكي ازاي؟ مثلا على الانستا وعلى تيك توك على حسب برضو. اوكي يعني ما فيش، يعني مامتك دورها ايه في الحاجات دي؟ ممكن ان هي تدخل في اختيار؟ هي اللي بتتواصل اساسا. يعني انت اللي بتردي على الناس انا ماسكه شغلها كله. اوكي في شركه ميديا برضو. ده اسالهولك. احكي لي كده من الاول، ازاي الشركه بتتواصل معاها؟ هي الشركه مجرد بتامن الحسابات بتاعتها بس مش اكتر. يعني بتأمن الحسابات ازاي؟ يعني اي حساب اي بيج هي فاتحاه الشركه بتأمنه بحيث ان هو ما حدش يسرقه كده يعني. اما بالنسبه للتواصل انا اللي بتواصل مع الناس او الادمن. فبالنسبه للفلوس اللي هي بتيجي من التيك توك، ما فيش اي فلوس بتيجي من التيك توك خالص غير لو طلعتي لايف. يعني اللايف الحاجه الوحيده بقى، الحاجات اللي هو زي ما حضرتك قلتي كده كبس والحاجات دي، هي دي اللي بتطلع اللايف يعني بتجيب فلوس. طيب وهي ليه ما بتعملش لايف؟ لا يعني انت عندك انه لا هي تعمل فيديوهات مع نفسها هي حابه. هي حابه اللي هي عندها قبول والحمد لله الناس حباها وبتعرف تقلد ممثلين عندها قبول لكده، فانا شجعتها على كده لما لقيت تعليقات الناس كلها كويسه بالنسبه لها. طيب. لكن انا مش مشجعه لحاجه ثانيه. ما كانش عندك مشكله ان بنتك 16 سنه؟ انت ابتدت امتى؟ من سنتين. يعني كان عندها 14، اي ام في الدنيا هتخاف. ما انا ما خفتش لاني الموضوع كله جه صدفه. شهد كانت قايمه من دور تعب كبير اصلا. وسبب الاسدال بتاعها ده ان هي ما كانتش قادره تقوم تلبس. كانت تعبانه. ده ساعه كورونا؟ لا كانت عامله كذا عمليه وما كانتش قادره تقوم تلبس، وكان الفيديو اللي عملته وضرب ده كان رهان ما بينها وما بين صحابها. ان هي قعدت تنزله، يعني شهد من زمان قوي بتحب التمثيل. بس كانت بتعمل ما بينها وما بين صحابها برايفت، ما بتعملش، فاهماني؟ فلما
طلعت الفيديو بتاع اصاله جبرتش عالي قوي. كناش متخيلين هيبقى الناس تعرفها قوي كده، وهم اللي طلعوا عليها فتاه الاذدال. بس من جواكي انت ما خفتيش انه بنتك 14 سنه؟ كنت خايفه، بس تعليقات الناس وحب الناس وممثلين اتواصلوا معاها وكلموها وبقى ياخدوا. مين ممثلين اتواصلوا معاها؟ زي استاذه مربوحه، رحمه احمد فرج اتواصلت معاها وكلمتها كذا مره وقعدت تقول لها انا عايزه اجي اصور معاكي واخد الازدال بتاعك ده ونصور بيه قدام النيش، يعني اكتر الناس كمان بيحبوا النيش بتاعنا قوي والفرع النور اللي محطوط ده ورا. اوكي تمام. استاذ احمد مكي خد فيديو ونزله عنده على الانستا. انت قلدتي مربوحه؟ لا هو قلدتها في كذا دور، بس هي شافت فيديوهات تانية غير كده فعجبت بادائي وبتاع، فجيت كلمتني وقالت لي بجد انا معجبه بفكره يعني المحتوى بتاعك، وقعدت تضحك كده. طيب عندك حاجه تقلدي لي مربوحه؟ حابه تقلدي حد؟ لا انا بس يعني لما باجي اقول ايوه انا ما قلتش بقولها ايوه، انا بقولها زيها. ازاي؟ ايوه 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 انا بقولها كده. اوكي بس تعرفيش ان انت تقلديها في فيديو في مشهد؟ هي كانت مش عارفه في قولي لي قلدي لي حد انت بتحبيه. هي عندها رهبه من قدام الكاميرا للاسف يعني. لا انا ما بخافش. لا بس هي لا انا ما بخافش لا. اوكي كانت بتقول يا خال يا عوض ودوني الورشه، هي كانت بتقول كده. طيب انت عايزه، حاسه ان انت عندك عايزه تمثل صح؟ هو انا عايزه امثل. تمثلي ازاي؟ امثل ازاي؟ مش خايفه ان هي تيجي يوم تقول لك عايزه تمثل؟ لا هو انا هي عارفه ان انا عايزه امثل بس مفيش فرصه. يعني لو جت فرصه، ولكن الحجاب مع التمثيل ده عادي؟ لو بنفس الصياله وبالحجاب كده تمام، ما عنديش مشكله. ده يتعمل لها دور بقى، يرسموا لها دور. يعني لو في نصيب ان هي يجي لها دور بالحجاب بتاعها مش هيبقى عندي مشكله. دي حاجه مش منطقيه. هو جالها ادوار بس للاسف كانت من غير حجاب، فما يعني جالها ادوار ان هي تشيل جالها دور مع الحجاب. طيب ولكن انت عارفه ان يوم من الايام هي ممكن تيجي تقول لك انا عايزه امثل وتحت الامر الواقع ممكن تشيل. لا عمرها ما هتقلع الحجاب، عمره ما هيحصل. انت هي مش تمسك منها وتمسك مني انا اساسا. انت هي حطيته برغبتها؟ وانا قلت لها انت يوم ما هتلبسيه ممنوع تشيليه. هتلبسيه بارادتك بس مش هتقلعيه. ولكن مدام ايمان انت عارفه انه السن المراهقه سن صعب، وانا شايفه ان هي ابتدت 14 سنه. بس بالعكس بقى هي متمسكه بيه يمكن اكتر ما انا امها متمسكه بيه، يعني هي وهي لسه صغيره انا كنت رافضه لاني كانت صغيره قوي. قلت لها انت لسه صغننه على الحجاب اصبري شويه عشان حتى تلبسيه ايه تكوني عارفه قيمته. طيب الحجاب. ليه اخترتي شهد ان انت تلبسي الحجاب؟ ده اتحجبتي امتى؟ طبعا هي وشها الحجاب ما شاء الله حلو قوي، لايق عليها قوي والازدال حلو عليها. لها اعلانات ان هي تقلع الحجاب، يعني مثلا لو في اتيليه او هو حاجه. ده اللي انا ضده انه هي سن بترفض بدري يعني. جدا ولما يبقى فيه مغريات لا بنرفض. هو انا اصلا يعني في الطبيعه اقلى شويه عن تفكير باقي سني. حطيتي الحجاب امتى؟ وانا تقريبا عندي 14 سنه وانا مش فاكره بصراحه قوي. ايه ده؟ تقريبا كنت في ثانيه اعدادي. ايوه يعني متزامن قبل ما تخش ثانيه اعدادي. كان عندي 14 سنه. طيب دلوقتي انت بيجي لك حاجات، بيجي لك تمثيل، بيجي لك اعلانات، لو جاي عرض حلو جدا مثلا مع احمد مكي مع ناس انت بتحبيهم. الحجاب استحاله. لازم بالحجاب. جالها مع استاذه غاده عبد الرازق. يعني مش هشيل السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات. عشان دور. يعني انت رفضتي العمل مع غاده عبد الرازق؟ مش مع استاذه، مش رفضنا مع استاذه غاده عبد الرازق، رفضنا نقلع الحجاب. هو كان في دور. رفضتي العمل. العمل اترفض بسبب الحجاب. صح. ربنا يثبتك يعني. انا بتمنى ان تعمل اعلانات يعني كذا حد مثلا بيطلبها ان هي الفساتين والكلام ده وعملت مثلا لو انت عارفه الفساتين السواري وكده لازم تلبس طرحه بتبقى جزء من الشعر باين والكلام ده. اتعرض عليها حاجات زي كده رفضت. ميك اب برده لا، اي حاجه فيها يعني لا. طيب مش شايفه ان في اختلاف بين طفولتنا وطفوله الجيل الجديد؟ كتير. طب ده ما يخوفكيش كأم؟ انا ما كنتش عارفه عن ايه تيك توك غير على ايه شهد، يعني انا كان بالنسبه لي الواتساب كده مع الاسره. انا لسه عارفاه من 3 4 شهور وخلاص، ما اعرفش تيك توك، ما اعرفش كل المنصات اللي بقت عندي. ده ما يخوفكيش؟ انت عندك قلتي لي بنت وولدين صح؟ والولدين صغيرين، فهي البنت الكبيره ده مش بيخوف ام ان انا بنتي دلوقتي بتدخل تيك توك فهي عارفه بيقولوا راسها يكبر بعد كده هي مش هتتجوز جداً. مش هتقبل ان هي باي حد تتجوز مثلا؟
ده مش مش بيخوفك؟ بصي اصل انا بنيت اسست وعارفه بقى ايه النتج، لاني انا مش عايزه اصحاب، يعني انا مش عايزه اصحاب قوي، مفيش حاجه بتخبيها عليا. يعني هي مش تيك توك اللي هي التليفون طول الوقت بيبقى معاها، لا هي بتصور بتمنتج لنفسها، هاتي بقى التليفون في مذاكره، في قاعده معانا، في كلام معانا، عايز تخرجي مع اصحابك تمام مفيش مشكله، في حياه عاديه عايشينها طبيعيه. فيديوهات التيك توك دي او لو جالها اعلانات او شغل وقته بينتهي. بس برضو بدري، عارفه ان هو بدري، بس هي الحمد لله يعني مش عشان هي بنتي والله، كلام الناس اللي بتحبها ان هي عندها قبول وبتحبها ودمها خفيف. يعني انت قبلتي عشان هي عندها قبول. طيب طب لو كان كل ده والوقت ده اللي هي بتقضيه على تيك توك من غير مقابل، لو هي برضو حباه هسيبهول. على فكره شاهد لسه هي دلوقتي بقت مهنه، لسه بادئه موضوع الاعلانات والكلام ده مفيش كام شهر. يعني شاهد بقى لها سنه وشويه كانش في مقابل نهائي، ولكن ابتدى دلوقتي يبقى في مقابل. اه وبرضو كنت سايباها بحريتها. انا بتكلم على مثلا بنات عندهم 30 سنه لما بتبتدي تشتغل بتحس بقيمه نفسها، فما بالك بنت عندها 16 سنه وابتدت تدخل فلوس، هل هي هتقبل في اي حد تتجوزه؟ عادي جدا. شاهد اكثر من والله العظيم عادي جدا. لسه بدري. لسه بدري على ايه؟ لسه بدري. يعني عايز تتجوزي امتى؟ هي شاهده يعني سن 30. مش عايزه اصلا. هي دايما تقول لي مش انا مش عايزه اصلا، مش عايزه اتجوز. ده كلام. لا ده بس كلام، كل حاجه بتتغير بعدين، ده سن مراهقه. بس لما انت بتبقي مصاحبه عيلك بتبقى حلوه صدقيني والله، مش عشان هي قاعده شقيه وبتضايقني وبتنرفزني وبتعمل كل حاجه تتخيليها وبزعق منها وساعات بخاصمها، بس في سكه ثانيه الحمد لله عند شهد خط احمر، يعني الاحترام، حجاب، ما فيش. لا هي كبنت طبعا ما حدش يقدر يتكلم عليها بنت، اتعرض عليا انها تطلع لايفات وعقله وراسيه وكل حاجه. ولكن انا اللي مستغربه ان انت كأم انت مش خايفه من ده. انا كأم انا استحال، يعني لو عندي بنت عندها 16 والله ولا 20. والله انا نفسي اهلي قالوا لي كده، في ناس من اهلي قالوا لي يعني اللي شهد بتعمله اللي شهد بتعمله ده غلط. بعد كده لما شافوا شهد عرفوا شهد وشافوا هي بتعمل ايه، حتى لو ده في بعض الناس شايفين ان هو هايف بس احسن من بنات تانية كتير بتطلع. اكيد يعني انت شايفه التيك توك واللي بيحصل فيه والمنصات التانية. لا انا ما اقدرش اقارن واقول احسن من ناس كتير، ما لا احسن من ناس بتطلع مثلا زي ما بتقولي كده كبسوا وبيطلعوا لايفات والكلام ده كله. يعني انا اتعرض عليا حاجه زي كده لبنتي وبمبالغ رفضت، قلت بنتي مش هتطلع لايف في اي منصه خالص. عايزه اقول لكم نورتونا وشرفتونا، وربنا كده يا رب يكملك بعقلك وبحجابك وربنا يثبتك يا رب، والحاجات دي يا رب ما تاثرش عليكي خالص لا دلوقتي ولا بعدين. نورتونا وشرفتونا، نورتينا يا شهوده. خلص للاسف وقت فيس اوف، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.